الوحدة بين شمال السودان وجنوبه بدأت تملأ حناجر الفنانين السودانيين الذين عطروا أمسيات الخرطوم. نداءات يمليها واقع الاستفتاء القادم عنوانها لا لانشطار الوطن إلى دولتين. وطن قضيتنا. إيقاعات متباينة وأهازيج متنوعة ورقصات تحكي قصة بلد تمتلئ جنباته بالتباين الثقافي والتنوع. تنوع أراد هؤلاء التذكير به طالما أن شبح الانقسام بات يهدد البلاد. مبادرة فنية إذن أراد بها منظموها التقريب بين الشمال والجنوب والدعوة إلى الوحدة. بادرنا باللقاء مع الأخوة التشكيليين في الرياض بيت التشكيليين لطرح هذه المفاهيم من خلال هذا المعرض، فتنادوا إلى المعرض وعبروا تماما عن وشائج ثقافية وفكرية وإبداعية تربط السودانيين ربط وسيغ عبر التاريخ. عشرات الفنانين التشكيليين السودانيين جاءوا من خارج البلاد، لم تمنعهم غربتهم من الإحساس بما يواجهه وطنهم من مخاطر. ورغم اختلاف سحناتهم وتعدد مدارسهم الفنية رسموا ملامح وطن موحد بيد أن مصيره لا يزال يتأرجح بين لم الشمل وشتات الانقسام. لوحات فنية تمازجت ألوانها وتنوعت أشكالها تحذر من مخاطر انفصال الشمال عن الجنوب، وأخرى تدعو للمزيد من التماسك على رائحة التنوع الكبير. حقه يعني السياسيين يدوا فرصة لقادة الفكر والثقافة وخاصة التشكيليين، لأنهم هم ممكن يقودوا بفعالية هذا الاتجاه في تعزيز السلام والوحدة. لغة الألوان وحوار الثقافات القبلية والمحلية طريق سار على هداه أولئك التشكيليون الذين لم يجدوا وسيلة أقرب إلى نفوسهم تدعو للوحدة سوى إبراز ذاك التنوع والتباين السوداني. مع اقتراب موعد استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان يتخذ الفنانون والمبدعون أشكالا مختلفة للدعوة إلى الوحدة، ويبقى الدور المهم للفنون في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، دور ربما تنجزه الفنون حتى إذا فشلت فيه السياسة والسياسيون. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.